زارق رايح فيني انا اكفيك، هتخش معاهم الاوضه سيبهم وهو بالراحه يا مرت عمده، متربي معايا واخوك. واخوك يخش معاك الاوضه ليله الدخله؟ روح لامك يا حبيبي روح. خدوا يا بلال وصلوا بالراحه عشان ما يزعلش. اني ودلوقتي اقفل الباب، اقفل الباب يا بلال، اقفل الباب وسيبك من الكلام الفارغ ده. يلا يلا روح روح لامك. موتوا وارتحتوا؟ مين اللي موتوا؟ كلكم. علام قال له ما عنديش فلوس سلف، ومهران تف عليه جدا بسادة وجواز بناتك، وانت انت سلفت وبصمت على بيته. انتوا التلاتة موتوه وهو مات، فضل يطل على فلوسك ويطل على البيت. الفلوس هتخلص ميتة وعمره هيخلص ميتة، ولما حس ان عمره هيخلص الاول صرخ الباسل الباسل، خاف علينا شيعنا لك، لكن مات مات الراجل وعملها لكم. لحقش يقول لك حاجة، جاي تاخد البيت خده. ميت الحيطان ليه عازة بعد صاحبها؟ ميت الحيطان ليه عازة بلاه؟ خد الحيطان. انت مت يا ابو ضيف والباسل جاي ياخد الحيطان قدامها. ها يا غندورة اسمع يا ابو ضيف، مرتك وعيالك هيفضلوا في البيت يا ولد ابو ضيف، محدش هيطلعهم منه ابدا. عايز اشي بيوت بعد الراجل، عايز اشي بيوت. اقطع النفس خلي الراجل يرتاح في نومته. كلمتي ما فيهاش رجوع، حديد تاني ما فيهاش. اطمن يا ابو ضيف، عيالك في بيتك ومصاريفهم في رقبتي يا اخوي. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. ابو ضيف ابو ضيف يا اخوي. عارفه يا نعمه؟ نعم يا بوي. على نعمدي غلاوتك زادت في قلبي عن زمان قوي 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 قوي. ايش معنى؟ طول عمرك غالي علي ومفيش دعوه قلتها لربنا كتير غير يا رب يجمعني بيكي. لكن ليله ما ابوكي جاله وهو زعلان تاخد نعمه، حسيت انك قلت له انا عايزه بلال. انا عارف ابوكي وعر قد ايه وغالي عليكي قد ايه، غلاوتك ساعتها زادت عندي قوي قوي قوي. الباسل ربنا وحده اللي يعلم غلاوته عندي يا بلال. اه اغلى مني مفيش في قلبك غيره. مش هو اللي رب القلب اللي انت هتحبه؟ احبه وبس. عمك ابو ضيف مات، عمك مات يا وش السعد يا وش الهنا.
صح انت والد زمر وامك واخواتك زقونا المر، لكن برضو الله يسامحك كنت في حالك. سلم عاد على اللي عندك. لا 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 لا، الله يرحمك الله يرحمك. تعالش اعمل حاجة؟ لا هنا. هو ما فيش غير النعمة في راسك، ما عندك غيري. جد الله جد الله. نعم عم الحاج. قفل البيت مليح وجهز الرجال. حاضر عم الحاج. ومئة فدان وبيوت في بلاد عمرنا ما دخلناها وعشرين جمل. عشان تعرف انت متجوز مين؟ ست البنات والحريم، نوال الباسي الحمد الباشي ام مصطفى. قولي لي يا نوال، شايفاني كيف في الايام اللي جاي؟ شايفك حاطط رجلي على رجل وطالل علي مستنينا خلص. لا مش كده، شايفة جوزك بعد ما زمانه عطاله لابس ايه؟ قاعد فين؟ كم نفر هيخدمه؟ كلمتي هتقوم كم نفر وهتكعك كم؟ عامر، انا ولا الورق اللي في يدك؟ شيلهم عشان اقعدان. ده انت تقعدي فوق راسي. وانت ياهو الورق ايه؟ مين؟ ايوه طيب بقولنا طيب. ايه نايمين يا سامعينش الخبيط ده كله؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ايه النور ده كله؟ النايم اصحى لك يا حاج، شرف كبير والله. بنتي فين؟ انا هنا يا بوي. حصلت البركه، عرفش اقول ايه من فرحتي. يا اهلا يا اهلا يا مرحبا نوال. وقف ليه؟
اطلع شوف طلبات الرجال، شوفهم هيتعشوا ايه، هيناموا فين. حاضر حاضر. ومصطفى فين؟ انا جبت وزهزهان الجبل هديه. نايم يا ابويا، صحيه لك. ايوه صحيه، خليه يفرح. حاضر. وصحي خدامينك يشتغلوا في عشا الناس. وصحوا كده محدش يوخم. حاضر. اسمعي. نعم. ما تقوليش لمصطفى اني جيت، جيبولي مدروخ. يلا. انا عارف ان سانسا فرجفتك، هي ليها طلعات كده. معلش، كانت المفروض تراعي ان ولدها عريس وما تخشش عليه خشه قطع الخلف دي. لكن هنعمل ايه؟ صنصف كده. لا ما ترجفتش، انا زعلت على عم ابو ضيف. الله يرحمه. سيبك من الرجايف والزعل والحاجات دي. انا الدور دي تربست الباب، يعني لا صنصف ولا موران ولا حد. أنا حبيبتي وبس. بلال. ها؟ معلش، حقك علي. مخطوفة بس. زي الزرع اللي نقلوها من جدرتي. لا. أنت هنا جنينتك وجنتك. أزرعك في كفي. تفرعي وتطرحي. واكتب من سجارتك فاكهه على كل صوب. مره تطرحي لي ولاد ومره تطرحي لي بنات. بلال انا عمري ما هزعلك والله، لكن في حاجه املكها وحاجه ما املكهاش. بلاش دلوقتي، استناك ليله اتنين تلاته، استناك لحد ما تروقي. حتى لو استنيت كتير. ويا نعمة، متى قرب مني غير برضاك؟ كتر خيرك يا أصيل، يا ولد الناس الزينة. بالهنا والشفي. معرفش أقول لكم كله زين وما تتكسفوش، عشان أنتوا ما شاء الله عليكم هتاكلوا زين قوي. يدوم العز يا عامر. عامر جد الله، علم صاحبك الأدب في الحديد وقول له اسمها يدوم يا عامر بيه. بيه ايه؟ يدوم يا عامر باشا. معلش، ابو الحسين اصل خشمه مليان وكل. يلا يا مصطفى، عايزك تخلص البيحة دي كلها. منور يا ابوي. فيكي بركة يا نوال. رجالك الو. حياك يا عم الحاج، حصلت البركة والله. تعرف يا مصطفى ان جدك الباسل هو اللي بنى البيت ده اللي امك وابوك قاعدين فيها؟ صح يا ابوي؟ والله يا ولد نوال، هتسال ابوك وانا قاعد؟ ايوه ايوه يا مصطفى، جدك الباسل هو اللي بنى البيت ده. كل البيوت بيوت يا مصطفى. جدك حمدان ايوب ابو ابوك اللي قاعد جبالي ده كان راجل طيب، كان شغال عندي نفر زي جد الله وابو الحسين. لما مات الله يرحمه خدت ابوك كده كده ربيته. لما كبر رضيت بيه انه يتجوز بنتي امك، بنيت له البيت الكبير ده. اصل ابوك راجل مؤدب لبيتي. ازيك يا نوال؟ رايقه؟ طول ما انت رايقه مبسوط انا رايقه يا ابوي. عادي الليله دي تبيت في بط جدك، بكره تركب زهزهان. يا بختك يا مصطفى، عمري ما بيت في بط.
هنقوله مبروك. الله يبارك فيك يا صنصة. فين المنديل؟ لسه بدري. بدري من عمرك ياكي، كبرت عليك بنت المكبوب بنت بوسينة. لا لا لا، لو يخيل ورقبتك هتتجلع على فجر مندي. يما هنستحملوش احنا جلعها دي؟ ابوها ما استحملهاش. تحسي واحدة واحدة الدنيا ما طارتش؟ لا طارت، طارت يا والدي صنصف، طارت الجوجة وحطت في بيتي. ايه يا صنصف وربك زعج ليه؟ ازيك عريس؟ الله يسلمك. عريس عريس قوي، الراجل الشملول اللي جوزته بنتي المهووس هيقول لسه. ايه ما لسه لسه وقفالهم حتى بدي يا صنصف. مركز صالح ما تتدخليش، تلقيه متهاب مش كده؟ متهاب وميت العيال كانوا زي بطهم يا صنصف. محدش ليه صالح. فين شرفها يا ولد العبيطة؟ فين شرف بنت الباسل؟ يا كابوها طلعها من بيته بجلابيتها عشان كده. يا مرة لم روحك يا مرة. يا بلال بلال، صباح الخير يا نعم. صباح النور، تعال عايزك. صح يا نعم؟ أيوة صح. يا علام طولت الغيبة الدور دي. دنيا بنت الكلب عتلي وتشغل. عاملة ايه يا نوزة؟ عياني، واول ما شفتك ركت. تفطر ولا اعمل لك جوزة الاول؟ لا خليك جاري دلوك. سيد علام مرحبا. مرحبا راضي. سيبكم انا على راحتكم، كان لكم بينكم حديد كتير. وانا اطلع على المنظره يا وامر. لا روح، وانا العصر هتلاقيني جيت. مع السلام، خلي بالك من نفسك. كلك ايه؟ اياك تقولي انه منتصر جهنه. ها؟ حاضر. خشي خشي خشي، ما تكسفيش ما تكسفيش، عيشي عيشي يا نزهة. مع السلام. فيكي وحشة يا نوزة. بجيل ومرجال
ندمت عليه خش زي العفريت من اولها هتركبنا بنت الباسل. اسمعي قدام بلال ما تطلعيش القطران اللي في قلبك ده، خلي الواد يفرح وهو مش قاعد، اعمل اللي انت عايزاه، عايش تزعيك في بيتي، فاهمه؟ كان بالها بنت خالته على كد يدني لولا طمعك اللي طلع على الفاضي. عادش يجيب هم وكلام دلوك. روح كده. ايه اللي رداك يا نعم؟ عشان محدش يقول على باسل وربايته كلمة توجعه. رديت عشانه مش عشاني؟ روح فرح امك. فرح. اللي رماك علينا تاني عجمية فين؟ لازم عجمية يعني؟ واحنا خلاص راحت علينا. بس يا مرة عجمية فاني غارة جوا معاها حد. عجمية يا واد يا راجل. عجمية 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 يا مرة يا شوي في حد علينا. خد عجمية خد عجمية عجمية خبر ايه؟ ما خبرش. الحساب هنا خلص. ها 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 ها. مالك في ايه؟ منتظر. اشمعنى؟ الواد كبر وانا ما حقدرش عليه وحدي. وما يرضيكش ان حد من دمك يتلم مع المجرمين والصيع. شيعتهولك وحيبقى خدامك وفتوعك وعندك قلبي يطمن وانت كلك واجب وتعرف الاصول. هو عندي يا نزهة، انا سبته جاري عشانك لما لقيته طوع. ربنا يخليك لينا كلنا فتوعك. وانا يا علام بتيه. انا نزهة مش المرحومه رسميه منتصر ماتت الف رحمه ونور. خدني عندك في دهشة ويبقى لمتنا كلنا. ألم مين يا غزية يا بنت الغوازي؟ راضي وقلت خدام، وانت هقولي خدامة؟ خدامة موافقة. ما قلتش لا. لا كتير عليكي انت كبيرك تفضلي هنا، وانا اجي حن عليكي لما يجيني مزاجي. تفحش عينك فيا هززت الوسط. حاضر يا ابو منتصر. ما تخليك شوي. لا يا دوب كده احسن، كل ما بطول تنسي روحك ورجليك تتمد لمقام سيادك.